ولا غير كنا نمشي حتى لقينا الكلب يشم فيها. خالتي شي شكون هربت له نعجها مع المغرب حصلت له في الشباك مسكينه. دونك نسلكوها ونشوفوا كيف ردوها لمولاها مسكينه. فيديو في غاية الروعة وقمة من الإنسانية لطفلان جزائريان من القادرية ولاية البويرة، كان يمشيان في الغابة عند المغرب فإذا بهم يلاقوا نعجة عالقة في الشباك. استطاعوا الوصول إليها عن طريق كلبهم شم رائحتها فوجههم إليها. شاهدوا ماذا فعلوا لها. وكملوا معنا حتى الاخر الفصيل بالعقل بالعقل. جبدها توما جبدها جبدها دوم اصبر اصبر اصبر. وشنو ديجا واقيلا نكسرها وش نديرو فيها؟ نرفدوها. شتي انت ريح ريح. انا نرفدها وتنحلها. حسن بالعقل هاي ديجا كاع انجرحت. بسم الله الحمد لله. هذه دوك كيف نديروا لها كامل مالك تهرب؟ كيف نديروا لها؟ تورخ ناخذ يقلنا الخير. اصبر شدها شوف كل فرع يديك. اصبر نلقى لها خير وتقعد يوم مش فيها. أردتوا السبتة أو رسبتة سيا جبنا معنا سجنات خير كيفا. يوتا واحد من الأحكام أردتوا خير كيلا كنت أنا إذا ما جينا احنا ندردع بنبولها ردوها. وخلينا سحب هورا انت تطبع من اللول خاوتي نربطوها نروح الحوس على مولها ونولو لها. ها هو انا باش ما يستبغي تمشي لنا لازم نديرو لها عايتون ما تنطلقش هكذا راك رابطها مليح. ولا اطلقها وين تبعها هي غير ما اطلقها تفحت. خليها هي تمشي خلوها هي تدينا لمولاها وخلاص. اه اشقب خليها ترى خليها نتبعو حتى تدينا نتبعو فيها خاوتي او اذن علينا المغرب. ايه بالك لنا مولاها هذيك خاوتي صاحبي راح يحوس على مولاها وهي راهي مولاها وهي شوية راكدة عندي دوك نلقاولها مولاها تولي عندي يماك. لا غير غاطتني مسكينة تقاوجهم ما لقاش مولاها ما لقيت حتى واحد ما كاين حتى واحد يدور. الله من الحال ونفذت كل الحلول ما نعرف بقى كيف رانا نسيو نعيط. المهم نقولها حلو خلاص احنا بنادم هيك ان شاء الله يكون مولاها. يا ودي لقينا نعجة حاصلة في الشباك لقينا نعجة ياخذ من هي صغيرة شوي. اه اولا لا ما عرف ليش تعمل لقيتها حصلة لهي ايه في الشباك من هي في الواد
يا ولدي في المدن ونجيبك اه انتم ما عندكم الجسور يوم ماشي تاوعنا اه يوم تلقيناها حصلة في الشباك انتم الملاك وصبرة شمال انتم وين كنتوا كيف وين كنا كنا اه مو ماي هير اه ما طولش تي هذاك سيدها وجاي تشوفو الى مولاها ولا يدير لناك شحل دوك نشوفو وشوفو كيف نقصو معاه صافي ندوها لوليه ولا عيط له ولا ما عنديش النيميرو تاعهم كان عندي تاع محمد ما عنديش النيميرو تاعهم دوك ندوها له هو اللي كان سارح حنايا جا تلقاهم عبط معلان ديجا واحد خمسة ولا ستة تخلفوا واش هو راح يصرح منا يمكن راح من هي مولاش من اباك ولا حنا شكينا باللي تبعناها لقينا باللي باغي يدخل من اباك هو تاع تارة باغي تروح من روح ادوها لهم مالا هو اه هيا هكذا اه خاوتي نورمالمون بشرنا على مولاها نروح نشوفو ان شاء الله يكون هو اباك ارفدها اسمع اليوم اش ماكيا هاي قلت امشي اروع عمي طارق اروع لا خالتي مزيه قينا مولاها هونيك لتحت هونيك خالتي مولاها وبالنهاية فنس كيف لقيناها اصلا في الشباك وصبح هنا معاها؟ هنا في الشباك تاعها؟ تحتها في الواد. بارك الله فيك. ساعدوا. كيف؟ لقيناها محصلة في الشباك وراقدة. تبحثي؟ ما قدام الله يحكمك شوية. ها؟ يحكمك؟ شوية. اه. الله يسهل. ايوه. ما انا خوتي. ارجع لها لمولاها.